وليد، عايز برضو اسالك عن فتره الكابتن فتحي مبروك، الكابتن زيزو، الكابتن مستر بيسيرو، مستر جاريدو. اعتقد مدارس تدريبيه مختلفه الحقيقه انت برضو مريت بيها. مين دايما كان بيعتمد عليك او حطك رقم واحد او من المجموعه الكبيره في الفرقه؟ وكل المدربين اشتغلت معاهم يا كابتن كانوا دايما بيقدروا اللعيبه القديمه واللعيبه الكبيره في الفرقه. لكن طبعا زي ما حضرتك قلت في اختلاف في ايه، يعني لما جالنا كابتن زيزو كانت الفرقه واقعه نفسيا. مظبوط. بامانه ما اشتغلش على الاقل، انا مش هشتغل على فنيات ولا هشتغل على شغل كوره. كان بيقعد مع اللعيبه الكبار كابتن زيزو انا مش هشتغل كوره، كلكم اتمرنتوا كتير وعندكم من الخبرات كتير جدا، بس انا هشتغل على الحته النفسيه. كان بيعملنا دايما محاضرات الحته النفسيه، نعرف نطلع من الجو اللي احنا فيه ازاي. انا مش هنسى يا كابتن ماتش السوبر في الزمالك، الزمالك في الامارات. المحاضره كابتن في سيبناه. المحاضره مش كوره، مش كوره. كابتن زيزو اتكلم في حاجات تانية خالص، وقال دي بتاعتكم. وطلع حسام غالي اتكلم بعديه، حسام غالي عيط. انا مش عايز اقول لك كان قدامنا بقى قبل الماتش، قبل الماتش لو قدامنا ايه هناكله. شايفين المحاضره بتاع كابتن زيزو؟ لا، وصلتنا لمرحله ان احنا عايزين الماتش يبدا دلوقتي. زائد حسام غير لما اتكلم وشفناه بيعيط. لا كابتن، الموضوع كان بالنسبه لنا، وكان الناس كلها بتقول ان الزمالك. كان حسام غالي قال لكم ايه ساعتها؟ حسام اتكلم قال احنا عايزين نبقى رجاله، الكوره فيها مكسب وخساره، بس لازم نكون رجاله، لازم تطلع الملعب انت راضي عن نفسك، مش مستني واحد يقول لك انت كنت كويس ولا وحش. احنا جايين لنا جمهور، وجمهور النادي الاهلي متعود ان دايما راسه فوق. احنا بايدينا ان احنا نخلي الناس دي مبسوطه وراسها فوق. ما ينفعش ان احنا يتقال علينا ان احنا مش موفقين في الدوري، والزمالك راكب الدوري السنه دي، لكن احنا لازم الماتش ده. السنه دي يا كابتن ما كانش، ما خدناش بطوله خالص. خرجنا مزبوط. من كله مظبوط. قال احنا ما قدمناش غير البطوله دي اللي هنمسك فيها. نزلنا ودخل فينا جون في الاول، دخل فينا وضربه جزاء ضاعت، ضربه جزاء بتاعت كهربا. لكن لا، الموضوع في الماتش ده كان مختلف خالص يا كابتن. كان نفسيا اكتر منه نفسيا فنياً. كان اكتر، وكان كل واحد جواه ثقه ان احنا حتى لو دخل فينا جول واتنين هنكسب. ان كانت الروح كانت عاليه جدا، الالتحامات كانت بتبان، الكوره لينا اي في التحام كوره بتاعتنا على طول كانت باينه يعني. بس هي كانت باينه من الاول، من المحاضره ومن كلام حسام غالي صراحه، يعني ان الاهلي هيكسب هذه البطوله. طبعا بتبان يا كابتن، في مؤشرات كده، ان زي حضرتك لما بتبقى حضرت جزء من فترات الجيل الذهبي ودخلت في فتره، ده الطبيعي يعني ان المستوى بينزل شويه. طبيعي. او لعيبه تانية داخله جديد كده، لا بيبان بقى وقت التركيز، من وقت الاستعداد، من وقت ان انت مش الفرقه مش مركزه. لكن في الوقت ده بعد المحاضره لا، كان باين جدا. حسيت